ازيكم الشباب عاملين ايه؟ دي هتبقى الحصة اللي قبل الأخيرة، الحصة اللي قبل الأخيرة في الترم التاني. طيب تعالى كده نفتكر سريعا احنا خدنا ايه مع بعض المرة اللي فاتت. احنا خدنا المرة اللي فاتت آخر حاجة وقفنا عندها، خدنا حاجة كان اسمها باسكالز برينسيبل. طيب باسكال برينسيبل ده كان بيقول ايه؟ قال لك يا عم أنا بيبقى عندي حاجة كده يو شيب تيوب، بس عندي فيها واحدة اريا كبيرة وواحدة اريا صغيرة. طيب بتتميز بإيه؟ إيه الفكرة؟ لما تيجي يو شيب تيوب أنا خدتها عادي، قال لك لا يا عم بحط هنا بيبقى فيه بيستون بأريا معينة ويبقى فيه هنا بيستون بأريا معينة. طيب ويبقى فيه في النص هنا كده حاجة اسمها هيدروليك ليكويد. إيه يا مستر الهيدروليك ليكويد ده؟ قال لك ده لو انت مثلا خبطت او دست على البيستون ده لتحت، المفروض الليكويد ده بيتنقل ويفضل ماشي 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 لحد ما يتنقل الناحيه الثانيه، فالضغط اللي انت اثرت بيه هنا بيروح الناحيه الثانيه. فكده طبقا لكلام باسكال قال لك لو فرضت ان الحته دي واحد والحته دي مثلا اتنين، فهنقول بي واحد بيساوي بي اتنين، فكده البريشر ثابت على كل الانبوبه. طيب مستر هو انا لو حبيت احسب البريشر ده زي ما قلنا المره اللي فاتت، لو انت عايز تجيب البريشر هيساوي ده كده انا بضغط هنا بفرصة صغيره، طيب على الاريا الصغيره الاريا بتاعت البيستول، فاقول كده لو انت عايز البريشر هتبقى فرصة صغيره على الاريا الصغيره. طيب هو برضو عشان احنا متفقين ان البريشر هنا هيها البريشر هنا، فاقول برضو هيها الفرصة الكبيره على الاريا الكبيره، والاثنين بيتقاسوا في الاسكال عادي عشان ده بريشر. طيب ده كده اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت. لا يا مستر كان فاضل حته كمان صغيره انت لسه ما قلتهاش. كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان الباسكال برينسيبلز دي ابلاي لو كان اللو ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه لو اوف كونسرفيشن، لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. ايه يا مستر لو اوف كونسرفيشن؟ لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. ايه يا مستر لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي ده؟ ده بيقول لك ان الانرجي ثابته في كل الانبوبه. ازاي يا مستر؟ هقول لك الانرجي دي ايه يا مستر الانرجي دي؟ هتقول لي يا مستر الانرجي دي هي زي الورك. فاحنا لو قلنا الحته دي اسمها واحد زي ما اتفقنا، الحته دي اسمها اثنين، فنقول ورك واحد بيساوي ورك اثنين. طب مستر معلش هقلب عليك المواجع كده، انا عارف انك ما بتحبش الداينامكس. هو من الداينامكس الورك كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي فورس ملتبلاي ديستانس. فاحنا لو سمينا الحته دي بنأثر عليها بفرص صغيره والديستانس ده هنسميه واي واحد، فكده هتقول اف واحد واي واحد بتساوي اف الكبيره، عشان احنا بنأثر هنا باف سوري بنأثر هنا باف كبيره على اريا كبيره، فتبقى اف واي 2 كده. يبقى هي ابلاي لو اوف ايه؟ ابلاي لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. طيب وكمان الورك هنا بيساوي الورك هنا. طيب تعالى بقى نشوف الجديد النهارده. الجديد النهارده تعالى الاول نشيل كل الحاجات دي كده. الجديد النهارده عندنا حاجة اسمها ميكانيكال ادفانتج اوف هيدروليك بريس. ايه يا مستر الميكانيكال ادفانتج اوف هيدروليك بريس دي؟ بص يا ريس، قال لك دي لو انت عايز تعرف الاريا بتاعت البيج بيستون بتمثل قد ايه من الاريا بتاعت السمول بيستون، او لو عايز تعرف الراديوس بتاع البيج بيستون بيمثل كام مرة الراديوس بتاع السمول بيستون، او مش احنا اتفقنا ان البيستون بينزل من هنا والتاني بيبدا يطلع من الناحيه الثانيه، او لو ده نزل التاني هيطلع. انا عايز اعرف ده طلع قد ايه، لو ضغطت هنا مثلا مرتين التاني ده هيطلع قد ايه. فدي كده بقدر اعرف منها كام مره الاريا بتاعت ده من الاريا بتاعت ده، او كام مره الراديوس بتاع ده كام مره الراديوس بتاع التاني، او لو ده نزل ديستانس اعرف التاني نزل كام مره. طيب دي برمز لها برمز ايه؟ هو ان، بس ان بديل. دي بتتسمى ايه؟ بتتسمى ايتا. زي بالظبط الحاجه اللي خدناها في الترم الاول كان اسمها ايتا فيسكوستي، هي شبهها بالظبط. طيب لو انا عايز اجيب الايتا دي اجيبها ازاي يا مستر؟ احنا عايزين نتفق لو عايز اعرف الحاجه دي كم مره من الحاجه دي، اعرف على طول من الكلمات الداله اللي انا قلت لك عليها ان انت تعمل ريشيو كانت هاو ميني تايمز. انا لو عايز اعرف ده كم مره من ده يبقى على طول هعمل ريشيو. يبقى الاول ما تسمع كلمه هاو ميني تايمز اعرف على طول انك هتعمل ريشيو. طب مستر كان في كلمات ايه تاني؟ كان في كلمه ديفايدد
او كان بيقول لك لو احنا عايزين نعمل كومبير او هاو ميني تايمز، او يقول لك ريشيو صريحه. كل دول معناهم انك هتعمل ريشيو. طيب تعالى مع بعض نشوف قانون الايتا فيسكوستي ده. لو انا عايز اجيب دلوقتي الايتا فيسكوستي او الميكانيكال ادفانتج اوف هيدروليك بريس، كل ده شغال معاك. طيب مستر انا لو عايز اجيب الايتا فيسكوستي دي اجيبها ازاي؟ تعالى كده مع بعض. هكتب الايتا اهي، ثانيه واحده عدل البورت اللي بكتب عليها. طيب بتساوي، هتقول لي اريا الكبيره على الاريا الصغيره بتساوي ار سكوير الكبيره على ار سكوير الصغيره بتساوي الواي واحد على الواي اتنين. مستر معلش ممكن ترسم لي تاني كده الهيدروليك بريس وتقول لي مين دول وجم منين وازاي دي وعملنا ايه هنا كده؟ تعالى كده واحده واحده مع بعض نرسم تاني الهيدروليك بريس، واحده كبيره وواحده صغيره. هنا في متفقين ان هنا في بيستون صغير وهنا في بيستون كبير. طيب لو انت عايز تجيب الايدا، قلنا بنقسم الحاجه الكبيره على الحاجه الصغيره عشان اعرف الكبيره كام مره من الصغيره. طيب لو سي مثلا الاريا الكبيره بتساوي 4 والاريا الصغيره بتساوي 2، فلو قسمت 4 على 2 هتطلع لي الاجابه 2، يبقى الاريا الكبيره مرتين من الاريا الصغيره. طيب ايه بقى مستر الوايات؟ طب الراديوسات وعرفناها. هنا دايما الاريا بتبقى سيركل، فالاريا ماشي يا مستر بتبقى بتساوي باي في ار سكوير، فانا لو هطير هتلاقي الباي هتطير مع الباي تطلع لي ار سكوير على ار سكوير. ماشي، ايه بقى اللي جاب الوايات هنا؟ بص يا ريس الوايات يعني ايه؟ هنا دايما الواي واحد الكتاب افترض ان هو الواي بتاع البيج بيستون، يبقى الواي بتاع البيج بيستون. تفتكر مين اللي هينزل اكتر؟ البيج بيستون هو لو نزل اكتر ده هيطلع اكتر، ولا لو ده نزل اكتر ده هيطلع اكتر؟ مستر مش فاهم. يعني من الاخر دايما الديستانس اللي بيمشيها البيج بيستون هي بتبقى اكبر. ازاي؟ ما انت لو ضغطت هنا، لو ضغطت هنا ده هيطلع ماشي، بس مش هتيجي بنزله ده. دايما الكتاب افترض كده ان واي واحد هي الواي بتاعه البيج بيستون. طيب تعالى كده نكمل. يبقى لو انا عايز الايتا او الهيدروليك او الميكانيكال ادفانتج بتاعت الهيدروليك بريس بتساوي ايه؟ الاريا الكبيره على الاريا الصغيره، او ار سكوير الكبير على ار سكوير على ار سكوير الصغيره، او واي واحد اللي هي الديستنس بتاع الهيدروليك بريس الكبير او الهيدروليك بيستون الكبير على الصغير. طيب مستر معلش ممكن تقول لي هي دي كده كانت الميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ هتقول لي يا ريس يونت لس. طب ليه يا مستر يونت لس مالهاش وحده؟ خد بالك الوحده هنا نوت ايكوال 1، لا مش 1 هي اسمها يونت لس. فهنا لو قال لك في الاجابه 1 اعرف على طول ان دي غلط. هنا الاجابه يونت لس، يونت لس يعني ليس لها وحده. طب ليه يا مستر ليها مالهاش وحده؟ بص يا ريس انت لما كان مستر بتاع الماس كان زمان بيجي يقول لك 5x على 2x كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول له يا مستر باجي كده واروح قايل في اكس فوق وفي اكس تحت يكتلوا مع بعض فالاجابه تبقى 5 ديفايدد 2. هنا نفس الكلام لو انا بقسم اريا على اريا فدي هتبقى متر سكوير على متر سكوير. هتقول لي يا مستر ان متر سكوير هيروح مع المتر سكوير فكده يبقى مفيش وحده. فهو عشان كده عشان هي ريشيو ما بين 2 سيم كوانتيتي، فيبقى كده الايتا فيسكوستي او الميكانيكال ادفانتج بتاع الهيدروليك بريس has no measuring units. طيب ده كده القانون بتاع الميكانيكال ادفانتج. طيب ممكن ما يقولكش انا عايز الميكانيكال ادفانتج عشان الكلمه دي هو يعني هو مش هيكتب لك في الامتحان فايند ذا ميكانيكال ادفانتج اوف هيدروليك بريس، امال يقول لك ايه؟ يقول لك فايند ذا ماجنيفيكيشن. طيب هو ليه يا مستر ماجنيفيكيشن؟ ما هو دايما لو انا قسمت حاجه كبيره حاجه صغيره الرقم يطلع اكبر من ولا اقل من ولا؟ مستر دايما انا عارف ان لو الكبير اللي فوق يبقى على طول الاجابه اكبر من ولا، فيبقى انا كده دايما الاجابه بتاعتي تبقى كبيره، فانا كده دايما بكبر، فعشان كده يقول لك فايند ماجنيفيكيشن. فيقول لك فايند ماجنيفيكيشن يعني هي بالظبط، يقول لك هات لي الايتا فيسكوستي سوري الايتا اللي هي الميكانيكال ادفانتج بتاعت الهيدروليك بريس. طيب تعالى نقرا كده مع بعض. هنا بيقول لك ايه؟ اول واحده قال لك ات هاز نو ميجرنج يونت، ليه؟ عشان هي ريشيو ما بين تو سيم كوانتيتي، فعشان كده هي يونت ليس. طيب بيقول لك دايما ان الايتا دي الرقم بتاعها بيبقى اكبر من 1، يعني دايما دي بتبقى اكبر من 1. ليه اكبر من 1؟ يا مستر ما طبيعي ده انا قاسم حاجه كبيره على حاجه صغيره يبقى اكيد الاجابه على طول وش اكبر من 1، يبقى انت مش محتاج تقول لي اصلا انا عارف. طيب
بيقول لك الهيدروليك بريس doesn't amplify the energy as it applies the law of energy. بص بقى دي حته مهمه، يعني ايه امبليفاي؟ امبليفاي دي عايزك تكتبها لي كده جنبها، بتكبر. هي ما بتكبرش الانرجي. ليه يا مستر؟ عشان احنا متفقين ان باسكال برنسبل ابلاي ذا لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. يعني ايه لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي؟ يعني الانرجي ثابته في كل مكان. امال هو مستر بيكبر ايه او بيقلل ايه؟ هو بيلعب في الاريا او الدستانات او الفرصات. طيب يبقى هو كده بيكبر مين؟ بيكبر الاريات او الفرصات او الديستانس. بس بيكبر الانرجي؟ لا يا مستر. طب ليه؟ عشان هو ابلاي ذا لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. طب مستر هو اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي ده كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ان الانرجي دي از نايزر ديستروي، سوري نايزر كريتد نور ديستروي، ولا بتتخلق ولا بتخلص، بس بتتنقل من مكان لمكان. يعني انا كان عندي هنا وليفترض شويه انرجي هنا كده، كان في انرجي. طيب لو جيت بالبيستون رحت دايس لتحت، الانرجي دي هتتنقل من هنا تروح هنا تروح هنا تروح هنا، هي كده بتخلص؟ لا يا مستر، بس هي ممكن انقلها from one place to another. يبقى energy is neither created nor destroyed but it can change from one place to the other. طيب كده خلصنا من الايتا فيسكوستي وخلصنا كل سوري الايتا بتاعت الميكانيكال ادفانتج بتاعت الهيدروليك بريس. طيب بعد كده يجي لي حاجه اسمها الافشنسي اوف هيدروليك بريس. يعني ايه يا مستر الافشنسي بتاعت الهيدروليك بريس؟ انا عايز اعرف الراجل ده شغال بكفاءه عامله ازاي؟ البيستون اللي عندي ده شغال بكفاءه عاليه ولا كفاءه صغيره؟ طب مستر دي اعرفها ازاي؟ بص احنا لو عندنا مثلا، تعالى اديك مثال كده الاول قبل ما نشرحها. لو احنا عندنا فاكتوري، مصنع، المصنع ده بيشتغل فيه عمال كتير قوي، هناخد عامل فيهم وهيبقى العامل ده هو الايديال بالنسبه لنا، بيجي في ميعاده الساعه 9 الصبح، بيشتغل ساعات العمل بتاعته كامله، ما بيعملش اي خناقات مع العمال، يبقى ده كده بالنسبه لي راجل ايديال. الراجل الايديال ده انا همثل عليه، هقارن بيه كل الموظفين، لو لقيت الموظفين كلهم زيه يبقى الموظفين كلهم ايديال، لو واحد اقل منه يبقى هو ده اللي مش ايديال. طيب انت بتقول لي كل ده يا مستر عشان هي الافشنسي؟ هي نفس الفكره. لو انت عايز الافشنسي هتقسم الورك بتاع البيج بيستون على الورك بتاع السمول بيستون. ما احنا متفقين ان الورك بتاعت البيج بيستون، اكيد الورك بتاعت البيج بيستون ده اكتر واحد هيعمل ورك عشان هو الفورس كبيره وهينزل ديستانس كبير. طيب ماشي اعمل ايه برضه يا مستر؟ يعني انا اعمل ايه؟ هتقول لي هقسم الورك ده على الورك ده، بس بعد ما تخلص اضربه لي في 100، عشان احنا دايما لما بنيجي نطلع النسبه بنطلعها بالبيرسنت. فعشان كده لما يجي يقول لك انا عايز الافشنسي هتقسم الورك ده على الورك ده. طب مستر افرض هو مش مديني الورك، ما انت عارف ان الورك بيساوي فورس في الديستانس. هتقول لي الفورس الكبيره على الواي في الفورس الصغيره، الفرص الصغيره في الوار الصغيره، سواء ده واحد او ده اثنين على حسب هو مدالك. يعني انا كاتب هنا اثنين وواحد، هو ادالك واحد واثنين في السؤال عادي، بس ما تنساش بعد ما تخلص تضرب فيه 100. طيب على طول لو طلب منك الافشنسي تقسم ورك بتاعت الكبير على الصغير، الورك بتاعت الكبير على الصغير، الورك بتاعت الكبير على الصغير. طيب كده يديك الافشنسي، وما تنساش بعد ما تخلص تضربها في 100. ليه يا مستر تضربها في 100؟ عشان تطلع لي بالبيرسن. عشان هو في التعريف لما جه يعرف الافشنسي قال لك ات از ا بيرسنت ريشيو. يعني ايه بيرسنت ريشيو؟ يعني نسبه مئويه ما بين الورك بتاع البيج بيستون للورك بتاع السمول بيستون. طيب بيجي يسالك سؤال في الامتحان، هل النسبه دي عمرها تطلع 100؟ هتقول لي لا يا مستر، يعني ما فيش حاجه بتشتغل بكفاءه 100%. ليه؟ يعني طب لو في عامل مثلا ما بيشتغلش بكفاءه 100%، تفتكر ايه السبب؟ مثلا تعب شويه، جاله حاله طارئه، مثلا مراته بتولد، جاله رجليه وجعته، اي حاجه، فكده اكيد مش هيشتغل ساعات العمل بتاعته كامله، فدي تبقى حالات خاصه، بحيث ان ما يكونش الافشنسي ده عمره ما يوصل لل 100. ليه ما يوصلش لل 100؟ عشان بيبقى فيه شويه معوقات. طيب بالنسبه للبيستون ايه اللي ما يخلوش يوصل لل 100؟ قال لك حاجتين. ايه مستر الحاجتين؟ تعالى كده لو احنا عندنا ده تيوب، حلو. التيوب دي لو انا احط بيستون هنا كده وهاجي اضغط عليه، طيب مش البيستون ده واصل من اول الانبوبه هنا لحد الانبوبه هنا؟ هتقول لي يا مستر يبقى بيعمل فراكشن مع الانبوبه او على مع الوول بتاع الانبوبه هنا. هتقول لي يا مستر طيب ما هو جزء من الطاقه بتاعتك اللي انت او جزء من الفورس بتاعتك اللي انت بتدوس بيها بتخلص في الفريكشن دي،
فعشان كده الافشنسي ما بتوصلش 100%. يبقى اول سبب ان في فريكشن مع الوول بتاعت التيوب. طيب تاني حاجه بيبقى في دايما في الهيدروليك ليكويد اللي احنا بنحطه هنا، الليكويد اللي احنا بنحطه هنا بيبقى دايما في بابلز. البابلز دي الاول اول ما ابدا اعمل هيدروليك او اول ما ابدا ادوس بالبريشر، الاول في الفورس بتتاخد عشان افرقع البابلز دي، وبعد كده يبتدي الليكويد ينقل الفورس. ففي بابلز يعني الفورس بيتاخد منها جزء بحيث ان انا اخلص من البابلز دي الاول، بعد كده ابدا انقل الفورس. يبقى السببين اللي عندي ان انا ما عنديش 100% efficiency، ان يبقى في fraction مع الوول، والسبب الثاني ان في presence of gas bubbles inside the liquid. So some work reduced to remove these bubbles. باخد شويه work عشان اتخلص الاول من البابلز دي. طيب تعالى كده نشوف مساله سهله او مسالتين مش هتفرق. تعالى نجيب لون نعرف نشوف. بيقول لي the cross sectional area of a small piston. ركز بقى هنا كده وتعالى نحط الجيفن مع بعض. هنقول الجيفن بيقول ايه يا عم في الجيفن؟ قال لك الاريا بتاعت السمول بيستون يعني اريا صغيره بتساوي كام يا عم؟ 10 سنتيمتر سكوير. نصيحه مني ما تحولش هنا حاجه، مش هتحتاج تحول حاجه عشان دي ريشيو ما بين حاجتين، فلا هتضربه فوق هتضربه تحت هيطيروا مع بعض، فانت مش فارق معاك حاجه. ايت افكتد، ايت دي عايد على مين؟ طالما هو لسه ما جابش الست البيج بيستون يبقى ايت دي عايد على الصغير، يبقى الفورس بتاعت الصغير بتساوي 100 نيوتن. طيب يا عم ماشي. If the cross sectional area of the big piston، الراجل اداني كمان الاريا الكبيره بتساوي كام؟ قال لك بتساوي 100 سنتيمتر سكوير. طيب كالكوليت، تعالى بقى يلا. اول حاجه عايز الفورس بتاعت البيج بيستون. طب مستر ما انا عارف ان اف الكبيره على اريا الكبيره بتساوي اف الصغيره على اريا الصغيره، واقدر اعمل كروس مالتيبلكيشن واجيبهم لك. طب يلا كده سمعني، اف الكبيره بكام؟ تقول له يا مستر انا عايزها. طب اريا الكبيره بكام؟ 800. طيب اف الصغيره بكام؟ هتقول لي يا مستر ب 100. اف ايه الصغيره بكام؟ هتقول لي يا مستر ب 10. تروح انت عامل كروس مالتيبلكيشن تطلع معاك الاف الكبيره يا ريس، استنى اكتبها هنا، تطلع معاك ب 8 مالتبلاي 10 باور 3 وما تنساش وحدتها بالنيوتن. كده انا جبت اول ريكوايرد. طيب تعالى نشوف مع بعض تاني ريكوايرد. عايز ايه يا عم؟ قال لك انا عايز الميكانيكال ادفانتج اوف ناتشورال بريست، يعني هو عايز الايتا. طيب الايتا دي كانت بتساوي ايه؟ عندك كذا حاجه، يا تجيب الاريا الكبيره على الاريا الصغيره، يا اما بتساوي الراديوس سكوير الكبير ده ار كبيره على ار سكوير الصغيره. طيب يا اما بتساوي واي واحد على واي اثنين. طب يا مستر انا معايا مين هنا؟ ما انت معاك الاريات، اشتغل بالاريات على طول. طيب الاريات، الاريا الكبيره بكام يا مستر؟ ب 800. طيب الاريا الصغيره بكام يا مستر؟ 10. فانت لما تيجي تعملها تطلع معاك ب 80 وطلع اكبر من 1. طب مستر وحدتها ايه؟ لا دي يونت، يونت ليست زي ما اتفقنا. طيب كده احنا جبنا المطلوب الثاني. عايز ايه يا عم في المطلوب الثالث؟ قال لك لو الديستانس موفد باي سمول بيستون، عايز الديستانس الموفد باي سمول بيستون، يبقى هو كده عايز واي هو ان. لو افترضنا ان الديستانس اللي مشيها البيج بيستون، يعني مثلا لو افترضنا ان الواي 1 دي بتاعت السمول بيستون هو عايزها، طيب ومديني الواي 2 بتاعت البيج بيستون بتساوي، تعالى بدل ما نسميها واي 1 واي 2 نسميها واي سمول وواي بيج. هو مديني الواي بيج 1 سنتيمتر. طب ما انا عارف ان الورك بتاع النقطه الاولانيه بيساوي الورك بتاع السمول بيستون، او خليها دي سمول بيساوي الورك بتاع البيج بيستون. طيب الورك بيساوي ايه؟ هتقول لي فورس الصغيره بتاعت السمول في الواي بتاعت السمول بتساوي الفورس بتاعت البيج في الواي بتاعت البيج. طيب تعالى نعوض يلا كده مع بعض. الفورس بتاعت السمول بتساوي كام؟ مستر هو اداني هوب 100. طب الواي بتاعت السمول، لا يا عم انا عايزها اهي. طيب بتساوي الفورس بتاعت البيج بكام؟ انت جايبها ب 8 تايمز 10 باور 3. طيب الثانيه الواي الثانيه بواحد، فانت لما تيجي تطلع الواي سمول هتطلع معاك ب 80 سنتيمتر. كده احنا خلصنا اول مساله. طيب تعالى نشوف مع بعض تاني بروبلم بيقول فيها ايه. بيقول لك عندي هيدروليك ليفت. يعني ايه هيدروليك ليفت؟ يعني اسانسير بس
شغال بالطريقه بتاعت باسكال اللي هو الهيدروليك، هناخد عليها ابلكيشن دلوقتي وافهمها لك بالظبط. طيب عنده شغال باتنين بيستون، الراديوس بتاعته يعني مديني ار واحد بتساوي 4 سنتيمتر. حلو، وار اتنين بتساوي 60 سنتيمتر. If a compressed air affect a small piston by additional pressure ده يا مستر ده يعني ايه؟ يعني انا جاي لي على السمول بيستون جاي لي بريشر اكسترا، في اكسترا بريشر جاي على السمول بيستون بتساوي 8.48 multiply 10 power 4 وحدتها ايه؟ باسكال عشان نيوتن على متر سكوير. عايز ايه؟ قال لك كالكوليت ذا ماس ذات كان بي ليفتد باي ذا بيج بيستون. طيب دلوقتي انا محتاج اجيب البريشر سوري انا محتاج اجيب الماس. طب مستر اجيب الماس منين؟ ما هقول لك. بص بقى انت دلوقتي معاك البريشر بتساوي ايه؟ بتساوي مستر فورس على اريا. برضه لسه الماس ما طلعش. طيب يبقى فك ده، مش ده وزن، يبقى ام اف جي. الماس طلع اهو على الاريا. واحده واحده بقى بشوف استخدم مين. انت دلوقتي شغال فين؟ هتقول لي يا مستر انا شغال، هو قال لي هنا ان هو حطه على السمول بيستون، يبقى انا هحط الحاجه بتاعت السمول بيستون. يلا بقى كده مع بعض. طيب الام انا عايزها، الجي خدها ب 10. طيب الاريا هتاخد الاريا بتاعت السمول بيستون. طب مستر هي دي الصغيره ولا دي الصغيره؟ مش عارف يا مستر بصراحه. طب اعمل ايه؟ استخدم دي ولا دي؟ هو هنا مستر قايل لي ان الاديشنال بريشر دي اتحطت على السمول بيستون، طب انا استخدمها ولا استخدم الثانيه؟ لقطه السؤال ده بقى هنا. بص بقى يا ريس، احنا متفقين او مش احنا اللي متفقين، باسكال اللي قال لنا، باسكال قال لنا ان البريشر الاولاني بيساوي البريشر الثاني، يعني البريشر ده هو هو هيتنقل يروح الناحيه الثانيه. فانا هنا ممكن اعتبر ان ده البريشر بتاع البيج شغال، مع ان هو قال لي ان هو افكت على البريشر بتاع السمول، بس انا واثق ان هو هيتنقل الناحيه الثانيه. طيب الماس انا عايزها، الجي ومعايا، هو هنا عايز الماس عند البيج، يبقى انا لازم هنا استخدم الاريا اللي هتتحط عند البيج. ما هو الماس دي هتتحط فين؟ هتتحط عند البيستون اللي عند البيج، يبقى انا هنا لازم استخدم الماس بتاع البيج. طب مستر هو مديني الاربعه دي ليه؟ عشان ده زي الجردل تشربها وتقعد تحل عليها. فهنا انا لما اجي اشتغل انا عايز الاريا ده سيركل زي ما اتفقنا عشان بيستون دايما بيبقى سيركل باي في ار سكوير. طيب الار بكام؟ 60 بس تايمز 10 باور نيجاتيف 2 الكل سكوير. كل ده تساويه ب 8.48 تايمز 10 باور 4 باسكال، تطلع معاك الماس يا ريس ب 9.9 سوري 5 الماس بتساوي 9.595 مولتبلاي 10 باور 3 كيلو جرام. يبقى تاني انا ليه هنا استخدمت الاريا الكبيره؟ عشان هو عايز الماس عند الحته الكبيره. طب ازاي يا مستر انت استخدمت ده الماس بتاع البيج بيستون وهو قال ان هو سمول بيستون؟ ما هو زي ما باسكال قال لنا ان البريشر ثابت في كل الاماكن، فحطيته هنا وحطيته هنا كده كده هيتنقل الناحيه الثانيه. طيب تعالى بقى نكمل مع بعض، تعالى نكمل مع بعض. دلوقتي دي الحته الاهم او الحته اللي بتيجي كتير قوي في الامتحانات، الابلكيشن على باسكال برنسبل. طيب بيقول ايه يا عمنا باسكال؟ قال لك باسكال عندي كام ابلكيشن؟ قال لك عندي 4 ابلكيشن. طيب الابلكيشن اللي انا حاططها دي بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد، بص وركز معايا. باسكال قال لك ان انا ممكن عن طريق سمول فورس، سمول فورس اطلع من السمول فورس دي اطلع جريت، مش بيج بقى، لا جريت فورس. ازاي يا مستر؟ هقول لك. مش انا عندي في اليو شيبد تيوب اللي هي بيبقى فيها اتنين بيستون، لو ضغطت بسمول بيستون الضغطه دي بتتنقل وتروح الناحيه الثانيه والبريشر ثابت في الناحيتين؟ اه. يعني انا لو عملت بفرصه صغيره هتروح هناك تطلع فرص كبيره بحيث ان هي هتضغط على المكبس اللي هناك؟ هتقول لي يا مستر يبقى كده انا من عن طريق سمول فورسز اللي انا عملتها بالسمول بيستون طلعت بيج فورس اللي عملتها على البيج بيستون، والبيج بيستون ده عشان يتحرك محتاج فورس كبيره. فعشان كده باسكال برنسبل قال لك ايه؟ قال لك انا من خلال السمول فورس عملت بيج او جريت فورس. طيب
تعالى بقى كده مع بعض، تعالى نشوف الاكزامبل اللي عندي. اول حاجه، اول اكزامبل عندي حاجه اسمها الهيدروليك بريك سيستم ان ذا كار ان تو تايرز. بص، العجل بتاع العربيه، العجل بتاع العربيه عشان يقف، العجل بتاع العربيه عشان يقف بيحتاج فرامل. طيب الفرامل دي بقى فكرتها بتعمل ايه؟ هل انت العربيه وهي ماشيه على 120 دوستك على الفرامل بتفرق عشان تهديها عن ما تكون العربيه ماشيه مثلا على 200؟ لا، كده كده انت دوستك على الفرامل هي بتبقى واحده. انت لو دوست على الفرامل جامد، لو دوست على الفرامل جامد العربيه هتتقلب منك، او مش هتتقلب، هتقعد تزحف منك. طيب يبقى انت من خلال دوستك على الفرامل بتهدي العربيه اللي هي سرعتها جامده جدا. يعني انت من خلال دوستك على الفرامل اللي هي دوسه صغيره جدا اللي هي سمول فورس بتقدر تطلع جريت فورس. طيب جريت فورس ازاي؟ بتقدر توقف عربيه ماشيه بسرعه 180 بضغط صغيره جدا من رجلك على الفرامل. يبقى عن طريق ضغطه صغيره اللي هي سمول فورس قدرت تطلع جريت فورس ان انا اوقف عربيه كبيره زي دي. طيب تعالى نقرا كده قال لك ايه. اول حاجه الاكزامبل اللي عندي الفرامل بتتسمى يا اما درام بريك يا اما رير بريك يا اما فرونت ديسك. كل الاسماء دي معناها، كل الاسماء دي معناها ان انا شغال على الفرامل، يا اما درام بريك يا اما رير بريك يا اما فرونت ديسك. طيب قال لك باسكال برينسيبل يوز تو ابلاي سمول فورسز، سمول فورس تو برديوس لارج فورس. ازاي يا عم؟ قال لك لو انا بدوس على البريك تو ميك فريكشن. ما هو بص ايه فكره الفرامل؟ الفرامل دي تبقى موجوده جواها حاجه كده اللي هم دول، حاول تركز معايا كده، ده اللي هو تيل الفرامل. ايه فكره تيل الفرامل ده؟ تيل الفرامل ده دي العجله بتلف اهي. تيل الفرامل ده انت اول ما بتدوس هو بيبتدي يعمل فريكشن مع العجله دي، فالسرعه تبتدي تقل. فهو انت من خلال دوستك الصغنططه دي هو بيبتدي يعمل فريكشن فيخلي السرعه تقل. فهو بيقول لك هنا ازاي بقى بعمل من خلال سمول فورس بيج فورس، اللي هو عن طريق بدوستك الصغيره دي بيبتدي يعمل فريكشن مع الويل فميك ذا كار ستوب جراديوال. فيبقى كده اول اكزامبل عندي الهيدروليك بريك سيستم ان كار ان تو تايرز. ودايما الفرامل بتبقى في العجلتين، يا اما اللي ورا يا اما اللي قدام. في العجل العربيات النازله دي بيبقى الاربع عجلات بيوقفوا مره واحده. يبقى هنا ازاي بعمل الدرام بريك او الريف بريك او الفرونت ديسك؟ عن طريق ان انا اول ما بدوس سمول فورس، بدوس على الفرامل بعمل سمول فورس طلع لي بيج فورس ان هي توقف عربيه كبيره بالحجم ده ماشيه بسرعه عاليه. ازاي يا مستر؟ عن طريق ان الدرام بريك دي او تيل الفرامل ده بيبتدي يعمل فريكشن مع الويل يقلل العربيه لحد ما توقف خالص. ده اول اكزامبل عندي. طيب بعد كده عندي حاجه، عندي حاجه اسمها الهيدروليك ليفت. ايه الهيدروليك ليفت ده؟ بص يا مستر الهيدروليك ليفت، بص يا ريس ولا ايه؟ الهيدروليك ليفت ده حاجتين، يا اما بيبقى كريك يا اما بيبقى، يا اما بيبقى الكريك، الكريك بتاع العربيه اللي انت بتحطه وتدوس برجلك ضغطه صغيره خالص، او بتعمل بتطلعه وتنزله بالدراع بيطلع لك عربيه وزنها كبير جدا، يبقى من خلال سمول فورس ممكن تطلع لك ريت فورس. طيب ده حاجه. طيب ممكن الهيدروليك ليفت ده يبقى حاجه ثانيه؟ اه بص، بيبقى فيه في المصانع الكبيره عشان يحتاجوا ينقلوا حاجات بيستخدموا اسانسير، بس ده مش لنقل البني ادمين. يعني هو بيبقى اسانسير عباره عن حته حديده بس كده. بتتنقل ازاي؟ واحد بيدوس على حاجه من تحت كده بفرصة صغيره يبتدي الاسانسير ده يطلع لفوق عن طريق حاجه اللي هو بتاعت باسكال برينسيبل دي. يبقى الهيدروليك ليفت دي معناها حاجتين، اللي عندك في المنهج هو كوريك، فعشان كده بيقول لك يوز تو ليفت كار ان، بنستخدم الكوريك ده في ايه؟ قال لك بنستخدم الكوريك ده يوز تو ليفت كار ان كار سيرفيس ستيشن. يبقى ازاي بستخدم الهيدروليك ليفت؟ عن طريق ان انا بنزل واطلع، او كان في زمان الكوريك اللي بالرجل ده كنت بتدوس دوسه صغيره خالص يبتدي يطلع العربيه اللي وزنها كبير جدا، يبقى عن طريق ميكنج سمول فورس بعمل جريت فورس. طيب ثالث حاجه او ثالث اكزامبل عندي الهيدروليك دريل. ايه الهيدروليك دريل ده؟ بص يا ريس، احنا لما كنا بنروح اراضي جديده او اراضي لسه هنبني عليها فبنحتاج نفحت. بنفحت ازاي؟ اكيد مش هنفحت بشاكوش وعجنه والحاجات دي، لا. بنعمل ايه؟ بنجيب بتاع كده بتبقى اسمها هيدروليك دريل، هي بتبقى نازله كده ونازله شكل حلزوني. الحلزوني ده بيبقى فيه حته مدببه في الارض. انت
بتضغط بس هنا كده ضغطة صغيرة، والحتت الحلزونية دي بتبتدي تخترق الأرض فتفحت مسافة أكبر. ده كده اسمه الهيدروليك دريل، الحفار الهيدروليكي. عن طريق ضغطة صغيرة بس من إيدك هو بيبتدي يغرز ويعدي الفرص الكبيرة بتاعة الأرض اللي هي القوة بتاعة الأرض. فعشان كده بيقول لك ده بنستخدمه في إيه؟ قال لك يوزد إن كونستراكشن فيلد، اللي هي في الـ هي دي فيلد مش فيلد، يعني دي فيلد اللي هي مجالات أو الأماكن بتاعة الكونستراكشن اللي هي أماكن البناء. ليه؟ يعني دي كده غلط. دي فيلد اللي هي مجال. تو دريل، دريل عشان يفحت الجراوند اوتوماتيكلي، يعني من الاخر انت بتدوس دوسه صغيره خالص هو بيبتدي يفحت مع نفسه. ده اسمه ايه؟ اسمه الهيدروليك دريل، الحفار الهيدروليكي. في حاجه هو حطها في الكتاب انا مش فاهم ايه علاقتها اساسا بباسكال، بس هو حطها. ايه الفكره؟ انا ما اعرفش. طيب هو قال لك الدايفنج سوت، دايفنج سوت اللي هي البدل بتاعت الغطاسين، البدل بتاعت الغطاسين دي من امثله الباسكال برنسبل. طب ازاي؟ وتعالى اشرح لك هو ليه حطها هنا. بص يا ريس، هو قال لك دي بتحمي الغطاس من الهاي بريشر، عشان هو قال لك احنا كل ما بننزل تحت، طب ماشي انا عارف ان البريشر بتساوي رو في جي في اتش، فكل ما الهاي تزيد كل ما البريشر يزيد. هو قال لك بتحمي الغطاس من الضغط العالي لما بينزل تحت في الميه. طب يا مستر هو يعني برضو ايه علاقه باسكال برنسبل هنا؟ هو افترض ان انت من مجرد بس ان انت لبست البدله فانت كده عملت فرصه صغيره، مجرد بقى ان انت تنزل تحت بالبدله دي فانت بيأكد عليك فرصه كبيره فهي بتقدر تحميك، فانت عملت فرصه صغيره فحمتك من فرصه كبيره. هو ده اللي هو كان شرحه بيه المثال. يبقى الفور اكزامبل عندي الهيدروليك بريك سيستم ان كار ان تو تايرز، او بنسميها ترام بريك او رير بريك او فرونت ديسك، وبعد كده الهيدروليك ليفت والهيدروليك دريل والدايفنج سوت. طيب انا هخش في الدرس الجديد اللي هو ليكتشر 7، هبدا في الحاجات الجديده، هبدا في الحاجات الجديده. بس انا طالب منك طلب الاول، انا عايزك توقف الفيديو هنا، توقف الفيديو هنا، وبعد كده تبتدي بعد شويه او وقت تاني تتفرج على الحته دي، عشان ده درس جديد خالص ملوش اي علاقه. احنا كده خلصنا البريشر كامل بالباروميتر بتاعه بالمانوميتر بالكل الحاجات دي كلها احنا خلصناها. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هناخد حته جديده اللي هم اخر ثلاث دروس، اكيد مش هشرحهم كلهم، انا هشرح بس حته من الدرس ده، بس هي حته محترمه شويه فهدوس فيه شويه. الشابتر ده السهل الممتنع. ليه السهل الممتنع؟ انت ممكن يبقى صعب جدا بالنسبه لك، ممكن يبقى تافه جدا بالنسبه لك. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على عارف ان كل رمز بيعتمد على مين، او كل رمز ده وحدته ايه؟ اللخبطه هنا عشان في تمبريتشر، التمبريتشر ليها كذا وحده. انا هخليك وانت بتحل التمبريتشر هنقعد نحل بكذا وحده بحيث ان انت ما تتلخبطش في الامتحان. بس عشان خاطري واحنا بنحل دلوقتي او واحنا بنشرح دلوقتي، وقف الفيديو كمان شويه، تعالى شوف الجزء الباقي. الشابتر ده عامه بيدرس التمبريتشر بتاعه الجازس. يبقى احنا في الشابتر ده، احنا الشابتر اللي فات كان مركز على البريشر والميه، فكانت كلها حاجات ليكويد. طيب الشابتر ده هيركز اكتر على الجازس وخصوصا التمبريتشر بتاعت الجاز. فهو قبل ما يبدا عمل لك انترودكشن كده لذيذه. عمل ايه في الانترودكشن دي؟ قال لك انا عارف ان اي ماده بتتكون من مولكيولز، واحنا في اول حصه في الترم في اول صفحه في الملزمه درسنا المولكيولز بتاعت كل واحد وشكلها عامل ازاي. هنا بقى هو عايز، احنا درسنا شكلها، هو هيدرس بقى حركتها بتبقى عامله ازاي. انا عارف ان دي راندوم ودي كانت المسافات ما بينهم كبيره والانترمولكيولر ديستانس، انا عارف كل الكلام ده، بس هنا هو عايز يدرس الموشن بتاعه المولكيولز. ف تعالى بقى واحده واحده نمسك كده اول رسمه. دي رسمه السوليد. السوليد ده تفتكر دول بيبقوا، احنا في متفقين السوليد كانوا كلهم على بعض كده، كلهم ملزقين في بعض، كنا حاجه اسمها تايتلي واندد، يعني قافشين في بعض مفيش اي مسافات ما بينهم. طيب دول كده لما يجوا يتحركوا هم ماسكين في بعض اهو، دول ماسكين في بعض جامد. طيب لما يجوا يتحركوا واحده تشد الثانيه فتشد الثانيه فتشد الثانيه فتشد، بس هما برده ما بيتشدوش، احنا ماسكين في بعض. فبيقول لك المولكيولز هنا بتعمل حاجه اسمها فايبريشنال موشن، يعني هما ما بيتحركوش بس بيقعدوا يتهزوا خلاص. يعني في السوليد مفيش، المولكيولز ما بتتحركش، امال بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها فايبريشنال موشن.
بتقعد تتهز بس بتستيل في مكانها زي ما هي. فعشان كده قال لك هنا the molecules of the solid has vibrational motion only، بس ما عندهاش اي حركه ثانيه. طيب تعال نشوف في الليكويد الدنيا عامله ايه. الليكويد بيبقى فيه الى حد ما شويه فراغات، بيبقى الديستانس اكبر شويه من السوليد. فعشان كده بيقول لك بدا هنا يبقى فيه موشن. طيب الموشن دي اسمها ايه؟ قال لك ستيل برضو هما هنا دي بتخبط في دي ودي بتخبط في دي نتيجه الحركه، هما لسه اي نعم قريبين من بعض بس بدا يكون في حركه. الحركه دي اسمها ايه؟ قال لك اسمها ترانزيشنال موشن. هي مستر ترانزيشنال موشن دي؟ قال لك دي الموشن اللي ليها ستارت بوينت واند بوينت. فين يا مستر ستارت بوينت؟ ادي المكان بتاعه ده الستارت. الاند بوينت بتاعتها لما تبتدي تخبط في القطعه اللي جنبها، يبقى عندها ترانزيشنال موشن. طيب هو لو واحده اتخبطت مش تخبط في الثانيه، والثانيه دي تعمل الخبطه للثانيه، فبيقول لك هي عندها ترانزيشنال موشن وكمان فايبريشنال موشن. ما هي واحده بتتخبط تتهز تخبط الثانيه، واحده بتتخبط تتهز تخبط الثانيه. فيبقى كده الليكويد عنده ترانزيشنال وفايبريشنال موشن، انما السوليد عنده فايبريشنال موشن بس. طيب يبقى الليكويد عنده ترانزيشنال وفايبريشن. طيب تعالى بقى نيجي للسوليد. السوليد ده واحده تلاقي هنا، واحده تلاقي هنا، واحده تلاقي هنا، هنا 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 هنا، مفيش واحده جنب الثانيه. فهنا نادرا لما تلاقيهم بيخبطوا في بعض، فبيقول لك عنده حاجه اسمها راندوم ترانزيشنال موشن. راندوم ترانزيشنال موشن يعني عنده ترانزيشنال موشن ليها ستارت واند بوينت بس بتكون راندوم عشوائي. يبقى تعالى بقى نراجع كده تاني. في السوليد عندي فايبريشنال موشن بس، انما الليكويد ضمم الاثنين، عندي ترانزيشنال وفايبريشنال. خش لي على الجازس عنده راندوم ترانزيشنال موشن. كده احنا دي كانت الانترودكشن اللي عملها الكتاب. لو عايز تعرفها بيعرفك الاول سوري الموشن بتاعه الموليكيولز في حاله السوليد والليكويد والجاز. طيب ساب بقى كل ده وقال لك تعالى معايا، لو احنا عايزين ندرس الجاز كويس جدا لازم ندرس عندي اربعه بروبرتس. ايه هم الاربعه بروبرتس دول؟ قال لك واحده اسمها براونيان موشن، واحده اسمها لارج انترمولكيولار سبيسز، واحده اسمها هاي كومبريسيبيليتي. مستر ايه الناس دي؟ مين براونيان موشن؟ مين الناس دي اصلا؟ بص دول اربع اكسبيرمنتس. دول كانوا موجودين زمان، حتى كنت بتمتحن عليهم في العملي. كان زمان بيمتحنوا اولى ثانوي وثانيه ثانوي عملي. كنت بتكتب اوبزرفيشن وكونكلوجن وتقعد ريش وستبس والحاجات دي كلها، بس كل ده الكلام ده اتشال وريحنا اساسا، ما كانش ليه اي 30 لازمه، درجات على الفاضي ما كانش ليه اي 30 لازمه بصراحه. فانا بحب اشرح الاكسبيرمنت بالتفصيل عشان لو اتسال عليها يبقى احنا في الامان، لو ما سالش يبقى خير بركه، احنا كده كده في امان برضه. بس حتى لما كتاب المعاصر كان زمان بيحطها لحد السنه اللي هي قبل اللي فاتت، دلوقتي ما بقاش يحطها. طيب تعال نمسك واحده واحده عشان نبقى فاهمين الموضوع كويس ومحدش يقدر يوقعنا جوه. طيب تعال نمسك واحده واحده. اول واحد كانت حاجه اسمها البراونيان موشن. ايه يا مستر براونيان موشن دي؟ قال لك البراونيان دي ده نتيجه اسم العالم اللي اكتشفها. العالم ده كان اسكتلندي. يبقى العالم ده كان اسكتلندي. كان اسمه ايه؟ كان اسمه روبرت براون. اكتشفت ايه يا عم روبرت؟ قال لك بص هو ده روبرت براون من باب العلمي. طيب روبرت براون قال لك انا عندي اهي دي كده، دي الليفز بتاعت الشجره، الورقه بتاعت الشجره. جه يبص عليها لقى البولين جرينز اللي هي حبوب اللقاح محطوط عليها شكلها غريب كده، شكلها عامل كده متفرعه كده بشكل راندوم اللي عليها في كل الدايركشن. يبقى هو الفكره جات له ان هو يحط النظريه بتاعته او التجربه بتاعته جات له منين؟ هيقول لك لما شاف البولين جرينز محطوطه بشكل راندوملي على الليف بتاعت البلانت، على الورقه بتاعت البلانت. راندوم دي ان اول دايركشن، يعني لا محطوطه هنا وهنا 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 في اتجاهات مختلفه. طيب يبقى الفكره، يبقى كده اول سؤال في الاكسبيرمنت ممكن يساله لك ده كويتشن 1. ايه يا عم كويتشن 1؟ يجي يقول لك الفكره بتاعت براونيان جات له منين؟ هتقول له جات له من البولين جرين، لما شاف البولين جرين محطوطه على الليف بتاعت البلانت بشكل راندوملي. طيب
عملت ايه يا عم براونيان اول ما شفت دي؟ قال لك جبت شمعة. اهي جبت شمعة وولعتها، وبعد ما ولعتها رحت طفيتها. ايه يا عم الفضة ده؟ قال لك لما طفيتها لقيتها بدأت تطلع فيه دخان، والدخان ده بدأ ينتشر. خدت الدخان ده حطيته تحت الميكروسكوب، لقيت الدخان ده عبارة عن حاجة اسمها كربون. لقيته كربون مولكيولز، لقيت المولكيولز بتاعت الدخان ده هي المولكيولز بتاعت الكربون. ده معناه ان اللي طالع ده ده كربون. طيب لما جيت اكزامن الدخان ده واشوف الموشن بتاعته بتمشي ازاي، لقيته بينتشر في الهواء بشكل راندوم موشن في ستريت لاين، يعني بقى واحد بيمشي كده واحد بيمشي كده واحد بيمشي كده، بس راندوم موشن في اتجاهات مختلفه، بس كلهم بيمشوا مع بعض في ستريت لاين. يبقى اول حاجه الفكره بتاعت عمنا براون جات له منين؟ جات له من الليف اللي على جات له من البولينج جرين اللي محطوطه على الليف بتاعت البلانت. عملت ايه يا عم؟ قال لك جبت شمعه ولعتها، وبعد كده طفيتها، لقيت ان في سموك بيطلع. السموك ده خدته عملت له تحليل او حللته، لقيته المولكيولز بتاعته عباره عن الكربون مولكيولز. كربون مولكيولز بعد ما حللتها عرفت ان ده كربون. ماشي يا عم. قال لك جيت اشوف بقى الموشن بتاعتها، لقيتها بتمشي بشكل راندوم ان ستريت لاين. عشان كده سميت التجربه بتاعتي كده، هي دي كانت التجربه بتاعتي، ان انا لما اكتشفت الموشن بتاعت الكربون مولكيولز في الهواء سماها براونيان موشن. فيجي يسالك براونيان موشن كانت بتعتمد على عنصر اسمه ايه؟ تقول له كربون. عرفت ازاي؟ عشان لما براونيان جه يعمل اكزامن للجازس اللي طالع من الكاندل لقاه كربون مولكيولز، فعشان كده سمى التجربه بتاعته براونيان موشن. طيب بيقول لك بقى هو حب يجود شويه، عمل ايه؟ جاب شويه الجازس دي وراح حابسهم، عمل لهم تراب في تيوب. لان البريشر ده بيضغط على الوول بتاعه التيوب، بيعمل بريشر على الوول بتاعه التيوب. يبقى كده يجي يسالك لما براون عمل تراب، تراب دي يعني حجز، فين اهي تراب يعني حجز او خلاه حبسه بحيث انه ما يطلعش. السموك اللي طلع من الكاندل اللي هو كان الكربون مولكيولز، لما جه يعمل له اكزامن فاكر احنا عرفنا ان ده كربون، عمل ايه ده؟ قال لك عمل بريشر على الوول بتاع التيوب. طيب تعالى بقى، بيجي بقى السؤال الاشهر في الامتحانات. ما شفتش امتحان ثانيه ثانوي ما جاش فيه سؤال زي ده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك مش براون عمل شاف الموشن بتاعت الكربون مولكيولز ان هي بتمشي فروند موشن ان ستريت لاين. يقول لك يرسمها لي يا يقول لك دي رسمه ايه، يجيب لك رسمه يقول لك دي رسمه ايه. فهو ممكن يجيب لك بطريقتين، يا يقول لك انا عايز رسمه السموك اللي طلع من الكاندل في براونيان موشن ارسمه لي، يا اما يقول لك وريني شكل البولينج جرينز كانت محطوطه ازاي على الليف بتاع البراند، فانت هتروح راسم له الرسمه دي، او هو في الاغلب بيجيبها لك عشان انت كده ما عندكش رسم السنه دي. فالرسمه بتبقى عامله كده، بتبقى اشكال يعني مش حاجه ستريت او مش حاجه كيرفت، بتبقى كلها حاجات ستريت لاين. عشان كده هو قال لك هنا ان هي بتمشي في ستريت راندوم موشن، فتلاقيها كلها ستريت لاين بس كلها خطوط مايله، بس كلها ستيل في ستريت. ده كده كان براونيان موشن. تعال نرجع عليها سريعا. براونيان ده كان سكوت ساينتست، جاب فكرته كلها من لما شاف البولينج جرينز محطوطه على الليف بتاعت البلانت بشكل راندوملي. عمل ايه؟ جاب شمعه ولعها، كطفوها لقى بيطلع منها كربون. عرف ازاي ان هو كربون؟ لما جه اكزامن الجاز اللي طلع منها ده لقى كربون مولكيولز، فعرف ان ده كربون. طيب لما جه يشوف الموشن بتاعته لقاها موشن او راندوم موشن ان ستريت لاين، حب يجود شويه راح عامل تراب حبس الجاز ده، لقاه كمان بيعمل بريشر على الوول بتاعت التيوب. طيب لو جه قال لك ارسم الرسمه او ايه الرسمه بتاعت الموفمنت اوف كربون او البولينج جرين على الليف بتاعت البلانت، هترسم له الرسمه دي. طيب تعالى نشوف تاني بروبرتس عندنا.
عشان ادرس الجاز كويس قوي. كان التاني بروبرتس عندنا اسمها ايه؟ قال لك اسمها intermolecular space. مستر انت ما قلتش intermolecular space، انت قلت large intermolecular space. حلو شغال، بس intermolecular space دي ادق. ليه؟ بيسالها كده في الامتحان. هو عايز يثبت ان في intermolecular space. احنا قلنا، انت قلت لنا مستر في اول حصه في المنهج ان ما بين الجازز في intermolecular distance كبيره جدا. عم اقول لك ما عنديش مانع، بس هو لما جه عايز يثبتها لك، قال لك اثبتها ازاي؟ قال لك هعمل رياكشن. ما بين مين ومين يا عم؟ قال لك هعمل رياكشن ما بين حاجه اسمها امونيا، اسمها الكيميكال فورمولا بتاعتها NH3. هتحط على الامونيا دي هيدروكلوريك اسيد HCl. بص بقى ليها طلعت ايه؟ هلاقيها طلعت حاجه اسمها NH4Cl. ده اسمه ايه؟ اسمه امونيوم كلورايد. امونيوم كلورايد. امونيوم كلورايد ده لما بيطلع بيعمل حاجه اسمها وايت فيومز. وايت فيومز دي بتبقى ادخنه كده، بتبقى دخنه كده، دخان كده، بيبقى على شكل سحب، بيبقى لونه ابيض، بيبقى بالشكل ده كده بالظبط. تبقى سحابه كبيره، سحابه كبيره، سحابه كبيره، وراها اكبر 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 لحد ما تبتدي تختفي. بس ده خد بالك، لازم التجربه دي تتعمل في تيوب عشان تبدا تشوف البتاع دي، عشان لو انت سبت السحابه دي وما شفتهاش، ما عرفتش تمسكها، السحابه دي هتطير منك ومش هتعرف تشوفها. هما جم يتشكوا السحابه دي بقى، لقوا ان ده كده جازز، احنا متفقين. لما جم يشوفوا لما جم يعملوا تشيك للموليكولز بتاعت الجاز بتاعت الفيومز دي، لقوا ان في فيري 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 بيج ديستانس بتوين اتس موليكولز. يبقى لو قال لك لو انا عايز اعمل البروف ان في انترمولكولر ديستانس بتوين intermolecular distance between المولكيولز بتاعت الجازز، ثبتها ازاي؟ جاب امونيا حط عليها هيدروكلوريك اسيد اللي هي طلعت NH4Cl اللي هو الامونيوم كلورايد. الامونيوم كلورايد ده بيطلع وايت فيومز، ادخنه بيضاء بشكل عام كده بالظبط. لما جم يعملوا تشيك للامونيوم دي، لقوها ان في فيري فيري بيج ديستانس او intermolecular distance between its molecules. طيب تعالى بعد كده نشوف حاجه اسمها الكومبريسيبيليتي. يعني ايه كومبريسيبيليتي؟ يعني قابليه الحاجه او قابليه الجاز ده ان هو يحصل له كومبريشن. طيب احنا عندنا متفقين من الاول ايه الحاجات اللي بيحصل لها كومبريشن وايه الحاجات اللي ما بيحصلهاش كومبريشن. مستر انت الحاجه الوحيده اللي بيحصل لها عندنا كومبريشن او اقدر اعملها كومبريس هي الجازز. فعشان كده قال لك الجازز دي عندها هاي كومبريسيبيليتي، عندها قابليه ان هي يحصل لها كومبريشن عاليه جدا. اشمعنى هي؟ يعني اشمعنى هي ومش الليكويد مثلا، مش السوليد مثلا؟ بص هي بتعتمد على ايه؟ انت من شويه قلت لي ان الانترمولكيولار ديستانس ما بين الجازز بتبقى كبيره جدا. فانا كل ما اضغط عندي قابليه ان انا لسه اقربهم من بعض. طب لو هما في السوليد هما كده كده اوريدي متقربين، فانا مش عارف اعمل كومبريشن. فعشان كده بيقول لك عشان هو عنده هاي انترمولكيولار ديستانس، فانا ممكن ابتدي اضغط فاقرب الموليكيولز ببعضها فيبقى تمام. بس ستيل مش هتتحول لسوليد. يعني انت مهما تضغط مش هتتحول لسوليد. انت عمرك ما هتجيب لهم ان هم كلهم يونيفورم وتايتلي واندد. مستحيل تعرف تعمل كده. فانت مهما تضغط ممكن تبدا تظهر معاك حاجات، بس مش هيظهر معاك سوليد، عشان بس تبقوا متفقين. طيب يبقى ليه عنده هاي كومبريسيبيليتي؟ عشان عنده لارج انترمولكيولار ديستانس. طيب تعالى بقى نبدا نخش في الجد. انا عشان افهم الجازز كويس قوي هدرس اربع علاقات. احنا ناخد منهم كام واحده النهارده؟ هي واحده بس. هدرس اربع علاقات. بيقول الاربع علاقات دول، استنى اضرب بقى هقول لك. قال لك الاربع علاقات دول بتوع اربع علماء. واحد اسمه بويل، واحد اسمه تشارلز، واحد اسمه بريشر، واحد عمل جاز لو عمل علاقه ما بين الثلاثه. الثلاث علاقات اللي عندي او الاربع علاقات اللي عندي، هعمل علاقه ما بين الفي والبريشر. هو الثلاث حاجات اللي عندي اللي بيغيروا في الجاز او اللي الجاز ممكن يلعب فيهم، الفوليوم والبريشر والتمبريتشر. مره هاخد الفوليوم والبريشر مع بعض، ومره هاخد الفوليوم والتمبريتشر مع بعض، ومره هاخد التمبريتشر والبريشر مع بعض، ومره اخدهم الثلاثه مع بعض. كل واحده من دول بالقوانين بتاعتها بالحاجات بتاعتها. تعالى نبدا باول واحد عندنا. على فكره الكلام سهل،
سيبك من البروباجندا اللي انا عملتها في اول حصه ان الحاجات دي صعبه، بس انت لو ركزت فيها تحس الموضوع بلوي، وهحسسك بكده النهارده. هتقول يا مستر ده اول درس في الشابتر، حضرتك الشابتر كله ثلاث دروس، الدرس الاولاني هو هو الثاني هو هو الثالث مع اختلاف كل حاجه في اخر الدرس بس خلاص. طيب تعال نبدا باول حاجه. وانت بتدرس الشابتر ده عايزك تبقى مركز في ثلاث حاجات: ميجرنج يونتس، انت شغال على مين، انت شغال الرسمه بتاعتك هيبقى شكلها عامل ازاي. هنا هيبتدي يبقى فيه رسومات، والرسومات بتاعتها شكلها يعني عظيم شويه. هو ده الشابتر 3. طيب بالمناسبه عشان ما تتفاجئش وانت بتحل الواجب بتاع الشابتر ده، انت في اخر السنه بيبقى مشكله الشابتر ده ان انا مش عارف السؤال ده جاي لي منين، فانا حبيت اعالج الموضوع ده بدري بدري. فانت المفروض لما كنت بيجي تحل الواجب قبل كده كنت بتلاقي ليكتشر 5 ليكتشر 10 فبتقف، لا هنا هتلاقي الثلاث دروس ملخبطين في بعض. فانت انا عايزك بقى انت اللي تطلع لي حبيبي الواجب، يعني انت اللي هتطلع لي السؤال ده انا هحله النهارده، السؤال ده عشان ده بتاع بويل، السؤال ده بتاع تشارلز. حتى لما اجي اعمل حصه الواجب اعملها هي حصه واحده بس للثلاث دروس، فانا مش هعمل حصه الواجب غير بعد ثلاث دروس. طيب تعالى سيبك من الكلام ده كله وتعالى انت. طيب تعالى هو في بدايه الامر عرفني مين بويل ده الاول. قال لك بويل ده بريتش ساينتست اسمه روبرت بويل، الراجل ده اتسمى الفازر بتاع الكيمستري، الراجل ده اتسمى الفازر بتاع الكيمستري نتيجه مجهوداته العظيمه في الكيمستري. طيب عمل ايه؟ قال لك جاب ريليشن ما بين الفوليوم والبريشر. ماشي، بس اهم حاجه واهم نقطه عندي، جاب علاقه ما بين الفوليوم والبريشر. ركز بقى معايا كده، احنا واحنا بنكتب هنا من شويه قلت لك احنا عندنا ثلاث حاجات هم اللي بيلعبوا في الجازز، الفوليوم والبريشر والبريشر. لو انت هتجيب علاقه ما بين اثنين يبقى الثالث ثابت وش كده على طول من غير ما انا اقول لك. يبقى انا دلوقتي بجيب علاقه بين الفوليوم والبريشر ات كونستانت بريشر، لما اخش على تشارلز هجيب علاقه ما بين الفوليوم والبريشر ات كونستانت بريشر. متفقين كده؟ يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب علاقه ما بين الفوليوم والبريشر يبقى هثبت التمبريتشر اهو زي ما عملت هنا. طيب تعال نشوف بويلز بقى حط لنا القانون قال ايه. قال لك يا عم من الاخر، قال لك التمبريتشر از انفرسلي سوري الفوليوم از انفرسلي بروبورشنال مع البريشر كونستانت تمبريتشر. ده تعريف يعني الفوليوم، هو قال لي كده ان الفوليوم inversely proportional مع البريشر at a constant temperature. ده واحد. او قال لي at a constant temperature البرودكت بتاع الفوليوم والبريشر is constant. يعني ايه؟ يعني من الاخر هتوصلني للقانون ده. هتقول لي كده بس بشرط ان انا هنا يكون عندي، بويلز حط شرط ان انا يكون عندي عشان استخدم القانون ده لازم الجازز اللي عندي تكون ميكسد جازز، يعني انت حاطط جاز على جاز عملت لهم ميكس، فانا عشان استخدم القانون ده لازم يكون عندي، هنعمل زوم كده عشان نشوف، لازم يكون عندي الجازز تكون ميكسد، يبقى لازم الجازز اللي عندي تكون ميكسد، يعني انت مثلا حاطط O2 على CO2 اقدر استخدم القانون ده. ايه يا عم قانون بويلز؟ هو قانون واحد. هتقول لي B بتاع الغاز الاولاني في V بتاعة الغاز الاولاني بتساوي B2 في V2. شفت الصعوبه؟ صعب جدا. فيجي يقول لك هنا ايه علاقه البريشر والفوليوم؟ ما هو بويلز قال لنا في تعريفه اهو، قال لي ان هما الاثنين انفرسلي بروبورشنال. فهو يجي يقول لك معلش ارسم لي العلاقه بتاعت بويلز، او يجي يقول لك ارسم لي العلاقه ما بين الفوليوم والبريشر. يبقى ممكن يقول لك انا عايز بويلز ريليشن، او يجي يقول لك ارسم لي علاقه ما بين البريشر والفوليوم. انت تروح عامل ايه؟ هتقول لي يا مستر استنى العلاقه دي انفرسلي بروبورشنال يبقى عامله كده، طب لو لقيت العلاقه ما بينهم دايركت هتبقى عامله كده، طب لو لقيت العلاقه ما بينهم كونستانت هتبقى عامله كده. فانت ركز، ودايما دايما دايما بيبقى هنا البريشر وتحت الفوليوم، مش العكس مش العكس. وشرط اساسي عشان استخدم القانون ده لازم ان هم يكونوا تو ميكسز جاز، هو هيقولها لك في السؤال دي لازم يقولها لك عشان لو ما قالهالكش هيبقى في قانون تاني. طيب تعالى كده نمشي ايدينا في مساله، نمشي ايدينا في مساله. بيقول لك انا عندي الفوليوم بتاع الجاز الاولاني ده ماشي، والبريشر بتاعه ده. if the pressure is increased، increased يعني تزود، تزود يعني انا خلطت عليه حاجه ثانيه، اتزود بجاز ثاني البريشر بتاعه ده، عايز ايه؟ عايز الفوليوم بتاعه. حاضر يا عم، هتقول لي V1 بتساوي V2. طيب البي الاولانيه بكام؟ ب 20 يا مستر. طيب الفي بكام؟ هتقول لي يا مستر الفي
الفي 300 سنتيمتر، خد بالك طالما دي سنتيمتر خلي دي سنتيمتر عشان ما تحولش كتير، فتبقى دي 300. طيب البي 2 معاك؟ اه يا عم 60. طيب الفي 2 بكام؟ بيكس، تعمل كروس مالتيبليكيشن تطلع الفي 2 على طول تطلع معاك 100 سنتيمتر باور 3. حلو، يبقى كده انا حليت المساله. طيب تعال نشوف سبيشال كيس بقى. لو التو كيسز اللي عندك دول يارايز ما بيتجم، يعني دول doesn't mix with each other. بص لو جه في مساله قال لك ان انا زودتهم وما جابش سيرت ان انا الجازات دي الجازز دي مش ميكس مع بعض، مش ميكس مع بعض، يبقى انا استخدم القوانين اللي فوق عادي. يعني هو طالما ما جابش سيره ان هم مش ميكس مع بعض استخدم القوانين اللي فوق عادي. تعالى بقى قال لك ان هم doesn't mix with each other، لا اقف هنا بقى، اقف هنا بقى. بص يا معلم، يكاد يكون لوك ان دول كلهم قوانين كتير، لا بس هم احنا هنستخدم في الاخر هو القانون ده، بس انا حبيت هنا هو ده القانون اللي انا هستخدمه في كل المسائل. ايه دول بقى؟ انا بشرح لك. انا دلوقتي عندي هسمي ده الجاز الاولاني وده الجاز الثاني. فانت لو عايز البريشر، هو مسمي البريشر، هو مسميها كده في الكتاب، انا مش رخامه مني، هو مسمي البريشر الاولاني بي داش واحد، فبيقول لك هتساوي بي واحد والفي واحد. طب لو انا عايز بي داش اثنين هتساوي بي اثنين في اثنين. طيب ده بي داش ده فين فين فين؟ بي داش ذا بريشر اوف ذا فيرست جاز افتر ميكسينج في الفوليوم بتاعه. طيب البي داش 2 ده البريشر بتاع الجاز الثاني بعد الميكسينج، طيب في الفوليوم بتاعه. طيب مين يا مستر في 1؟ ده الفوليوم بتاع الفيرست جاز. طب مين الفي 2؟ ده الفوليوم بتاع السكند جاز. طيب واحده واحده بقى معايا، واحده واحده بقى معايا. انت دلوقتي لما خلطتهم بقى البريشر الاولاني في الفوليوم الاولاني ده في الحاله الاولانيه هيطلع معاك البريشر بعد الخلط. طيب الفوليوم ده بقى هيساوي مين؟ ما انت خلطت جازين بس هما ما بيتخلطوش، بس ستيل الفوليوم بتاعهم هيتجمع على بعض. سيبك ان هما يتخلطوا او ما يتخلطوش، دي حاجه بتاعتهم، بس انت حاطط هنا لو قلت لك ان الازازه دي مليانه نص اويل ونص ميه وقلت لك ان كلها الازازه دي لتر، هتقولي لا يا مستر انا عندي نص ولا كلها، انت عايز تقيس الفوليوم بتاعها، فتقولي لا يا مستر دي نص لتر ميه ونص لتر مش عارف ايه. لا انت بتقولي الازازه كلها لتر، فانا لو عايز اقيس الفوليوم هقول البريشر ده في الفوليوم التوتال، فالفي دي تعني الفوليوم التوتال بتاعته هما نون ميكسد. هتقولي الفوليوم بتاع ده زائد الفوليوم بتاع ده يديك الفوليوم بتاع الازازه كلها، يبقى ده الفوليوم بتاعهم هما الاثنين نون ميكسد. بقول لك يا مستر انت ما تتعبنيش، اعمل ايه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ لما يجي لك مساله نون ميكسد نشيل بس ده كله كده، نشيل ده وده وده، نشيل ده كده 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 كده. طيب لما يجي لك مساله فيها حاجات doesn't mix it، فانت هتقول لي بي داش في داش بتساوي بي واحد في واحد زائد بي اتنين في اتنين، دول قبل الخلط دول بعد الخلط بس. شكرا، انا مش عايز منك كده. تعال نشوف مساله، انا حبيت بس افهمك دي قوانين بس مجرد للفهم، دي قوانين بس مجرد للفهم، بس هنا من الاخر ما هم قبل الخلط بعد الخلط هم الاثنين هيبقوا زي بعض، بس هنا انت ستيل البي داش دي، البي داش دي هتبقى بي داش بتاعت الاولاني زائد بي داش بتاعت الثاني، اللي هي البريشر بتاعت الاولاني زائد البريشر بتاعت الثاني بعد الخلط، بس الفي هي هتبقى ستيل الفي التوتال. طيب تعال نشوف كده مساله مع بعض عشان نحاول نفهم اكتر. بيقول لك لو عندي كوانتيتي اوف نيتروجين جاز، حلو عندي كوانتيتي اوف نيتروجين جاز، عندي نيتروجين جاز الفوليوم بتاعه 15 لتر. طيب البريشر بتاعه ده يبقى كده، تعال نكتب النيتروجين عندي البريشر بتاعه بيساوي كام يا مستر؟ بيساوي 12 سنتيمتر مركري. طيب عندي الفوليوم بتاعه بيساوي 15 لترز. طيب another quantity of oxygen، عندي اكسجين، الاكسجين ده عندي الفوليوم بتاعه بيساوي 11 لتر، و البريشر بتاعه بيساوي 50 سنتيمتر مركري. طيب
قال لك ان هما اتخلطوا في كلوزد كونتينر، لقيت ان الفوليوم، يبقى كده الفوليوم التوتال بتاعه ده كده الفوليوم التوتال بيساوي 5 لتر. طيب if the temperature of two gases in same before and after mixing, what is the pressure after mixing؟ استنى بقى كده يا مستر، انا اعرف منين هما اتخلطوا ولا ما اتخلطوش، يعني انا المفروض اعرف منين. بص طالما قال لك، طالما قال لك وفصل، فصل ما بين واحد والتاني، يعني ايه فصل ما بين واحد والتاني؟ جاب لك بتاعت كل حاجه لوحدها، اعرف ان دول ما اتخلطوش. تعال نرجع كده للمساله اللي قبلها. هنا هو بيحل المساله دي، هنا هو بيحل المساله دي، ما حددش ده مين وده مين وعمل ايه، وهو بيشرح في المساله هو بيبين لك من طريقه، اصل هو مش هيجيبها لك في المساله صريحه، ده هو لو جابها لك كده يبقى راجل ابن الناس قوي. يعني هو بيقول لك، مش هيقول لك ميكس ودازنت ميكس، الكلام ده شغل اطفال، هو بيبين لك في المساله. لو جاب لك كل واحد صريح كده لوحده، جاب لك الاكسجين حاجته كذا والنيتروجين حاجته كذا ولما اتخلط التوتال طلع لي كذا، اعرف على طول، اعرف على طول ان كده هما ما اتخلطوش. انما هنا بص، هنا كان جايب لك كل حاجه ميكس مع بعضها، فاعرف هنا ان هما اتخلطوا. طيب تعال نحل السؤال ده مع بعض. انا دلوقتي هنا عايز احل ده، انت عايز ايه يا عم؟ قال لك انا عايز البريشر بتاع الميكسنج، يعني انا دلوقتي عايز البي داش. طيب في الفي داش، هو عايز البي داش. طب هو البي داش في الفي داش بيساوي بي واحد في واحد زائد بي اتنين في الفي اتنين. طيب البريشر بعد الخلط في الفوليوم بعد الخلط هو بيساوي البريشر في الفوليوم قبل الخلط زائد البريشر في الفوليوم بعد الخلط، بس بتوع الاثنين مع بعض. طيب ما تيجي نعوض، عوض كده معايا، هتقول لي البريشر قبل الخلط بيساوي ايه؟ ده انا عايزه. طيب الفوليوم بعد الخلط، هو الراجل مديهوني اهو، قال لي بخمسه. لما اتخلطوا مع بعض عملت لهم ميكسد ان كلوزد كونتينر، طلع الفوليوم اهو. طيب يبقى ده خمسه فعلا، بريشر واحد طب 12 في الفوليوم، هتقول لي 15. هتقول لي يا مستر ازاي ده سنتيمتر وده لتر؟ ما حضرتك لو ضربت هنا وضربت هنا وضربت هنا هيطيروا مع بعض، فسيبها زي ما هي مش هتفرق معاك في حاجه. بلس 11 مالتبلاي 50 تلاقي معاك طلع البريشر التوتال بيساوي كام؟ يطلع معاك 136 سنتيمتر ميركري. ده كده، ده كده حل المساله دي. طيب عندي سبيشال كيس بس من بويلز لو، عندي سبيشال كيس من بويلز لو، بيقول لك لو انت بتعمل في الجازس لقيت اير بابلز، مسائل الاير بابلز دي مش هتقل شهيره قوي، بيقول لك عندي اير بابلز، بس الاير بابلز دي حالتين. ايه يا عم الاير بابلز دي؟ قال لك الاير بابلز دي، عارف انت الكوره اللي انت بتعملها من اللعبه اللي احنا بنلعبها، اللي انت بتجيب بتاعه وتقعد تنفخ فيها اللي هي طلعت اير بابلز؟ حلو. الاير بابلز دي مسالتين، هي نوعين مسائل. ايه يا عم؟ قال لك لو الاير بابلز دي اهي تحت الميه، يعني في ميه فوق وهي تحتها، فانت هتقول لي انا عايز اجيب البريشر اللي وقع على، عايز اجيب البريشر اللي وقع على عايز اجيب البريشر اللي وقع، او عايز اجيب البريشر في الفوليوم بتوعها، او عايز اجيب بويلز لو على الانبوبه دي. لو عايز تجيب البريشر بتاعها او الفوليوم بتاعت الاير بابلز هتعمل ايه؟ بص بقى، انا دلوقتي عادي سطح الميه اهو، عندي الانبوبه دي نازله كده او البابلز دي نازله كده، فهي نزلت مسافه هنا كده دي اتش، ودي الاير بابلز. طيب انا دلوقتي الاير بابل دي متاثر عليها بكام حاجه؟ هتقول لي يا مستر اول حاجه البي اي، بعد كده في هنا رو في جي في اتش، كل ده مضروب في الفوليوم بتاعها. ده كده لو هي تحت. طب لو هي فوق، لو هي فوق يبقى لو هي فوق مش هيتاثر عليها غير الضغط بس. فهو بيقول لك، هو بيقول لك انا دلوقتي، انا دلوقتي متفقين او بويلز قال لي ان بريشر والفوليوم كونستانت ات كونستانت تمبريتشر. طب مستر هي درجه الحراره اتغيرت؟ لا. يبقى كده ممكن اقول ان البريشر في الفوليوم تحت هو البريشر في الفوليوم فوق، بس بشرط ان هو يقول لي في المساله ات كونستانت تمبريتشر. يبقى انا ممكن اشتغل بالقوانين دي، بس بشرط ان هو يقول لي ات كونستانت تمبريتشر، ان هو
البريشر في الفوليوم تحت بيساوي البريشر في الفوليوم فوق زي ما بويلز قال لي، بس لازم شرط بويل يتحقق اللي هو ات كونستنت بريشر. طيب تعال نشوف مع بعض مساله كده. بيقول لك ايه؟ امسح 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 امسح. طيب بيقول لي هنا عندي اير بابل الدبس بتاعها ده اندر ذا ووتر. تعالى نرسم اهي، عندي اير بابلز هنا، المسافه بتاعتها تحت الميه، المسافه بتاعتها تحت الميه قال لك نزلت 50 متر. If it rises طلعت لحد ما وصلت للسطح. حلو، اوف ذا ووتر لحد ما الفوليوم بتاعها وصل بقى 5. كالكوليت ذا فوليوم اوف ذا اير بابل ات ذا ديبس، عايز الفوليوم بتاعها تحت. طيب طالما ما جابلكش هنا، المفروض عشان ابدا استخدم القوانين دي لازم يقول لي ان التمبريتشر ثابته. بص احنا عايزين نتفق اتفاق، طالما ما قالكش ان التمبريتشر اتغيرت، اعرف على طول ان هي ثابته. طيب مستر هو ممكن يقول لي ان هي اتغيرت بس بشكل تاني؟ يعني ما يقوليش التمبريتشر تشينجز؟ اه، يقول لك الميه كانت درجه حرارتها كذا وبقت كذا، يعني بقت مثلا 50 بقت 60، اعرف على طول كان في تغير في درجه الحراره. يبقى انا مش هستخدم القوانين دي، اما استخدم ايه؟ لما اجي لها بول. حلو، كل الدرس بتاع بويلز هتلاقيه في المسائل، عشان وانت بتحل الواجب عايز تعرفهم بسرعه، اختار المسائل اللي بيتكتب عليها ات كونستنت تمبريتشر. طيب تعالى بقى نحل. احنا ما عنديش غير حق قانون واحد اللي هو بي واحد، في واحد بيساوي بي 2 في 2. تعالى نفترض ان دول كده اندر ووتر والحته دي اباف ووتر. حلو، تعالى بقى هنا لو انا عندي اندر ووتر فهيبقى اللي بيأثر البي اي زائد الرو جي اتش، دي البريشر اللي عندي، كل ده مضروب في الفي 1 بيساوي هنا ما عنديش غير البي اي مضروب في الفي 2. تعالى شوف معايا مين ناقصني مين. طيب البي اي ورقم انا حافظه 1.013 ملتبلاي 10 باور 5 زائد الرو قال لي دي ميه يبقى على طول ب 1000. طيب الجي بكام؟ في 10. طب الاتش بكام؟ 50. طب الفي بكام؟ هو ده هو عايز الفي تحت، يبقى ده في 1. ماشي، كل ده بيساوي البي اي 1.013 ملتبلاي 10 باور 5 في الفي 2. الفي 2 بكام؟ اهو قال لي لما طلعت فوق بقى الفي بتاعتها ب 5، يبقى اقدر من هنا اجيب الفي 1 هتلاقيه طالع معاك 0.986 سنتيمتر باور 3. كده احنا خلصنا اول درس في الشابتر الاخير. باذن ربنا الحصه الجايه هنكون مخلصين المنهج، بس عايز اقول لك على حاجه، انت وهو مفيش حد هيخش الحصه الجايه الا ما يكون ممتحن، فاريد اللي ما امتحنش يلحق يمتحن ويخلص نفسه بسرعه. كده احنا الحصه الجايه باذن ربنا هنكون مخلصين المنهج، وهنزل لكم الجدول او هنعمل ايه في المراجعه. شكرا.